شهدت ليلة أمس أخطر وأهم تطور في القضية المعروفة للرأي العام ومواقع التواصل بقضية غسل أموال المشاهير في الكويت. فبعد تحقيقات على مدى شهور، دقت ساعة الحساب لعشرة من المشاهير اللي بتحول الشبهات حولهم بسبب تضخم أرصدتهم، والأرقام مخيفة. فنحن بنتحدث عن مئات الملايين، ويقال إنه بعضهم حصل عليها لأغراض سياسية. وكشفت صحيفة القبس الكويتية وصحف أخرى أيضا عن أسماءهم ونشرتها بالبنط العريض، ومن بينهم مشاري اليابس اللي دافع عن نفسه عبر سناب. لا تبوق، لا تخاف، النيابة اتخذت قرار، احترم القرار، احترمه شخصيا، ما عندي أي مشكلة فيه، إجراءهم قانوني، ما في أي كلام أو تعليق على هذا الموضوع. هذا رقم واحد. راح يتم استدعائنا، بياخذون اقوالنا، بنروح النيابه، بنحقق بالنهايه. والله بالله ما يصح الا الصحيح. اللي واثق من نفسه وعارف انه مو مسوي شيء ما عنده اي مشكله. تبون اقص عليكم واقول لكم مو متضايق واطلع اضحك؟ لا، متضايق. متضايق لاني واثق من نفسي اني انا مو مسوي شيء. صحيح يا مشاري، لا تبوق ولا تخاف. على العموم، النائب العام في الكويت كان قبلها بساعات أمر بالتحفظ على أموال كل المتهمين ومنعهم من السفر. وبالفعل البنك المركزي بالأمس جمد أرصدتهم حتى قبل التحقيق معهم. وسبب التحفظ قبل التحقيق هو أنه بعض أموالهم حولت إليهم من خارج الكويت. وبحسب القبس، تجميد الأرصدة معناه أن المشاهير المتهمين ما بيقدروا يسحبوا دينار واحد من أرصدتهم بداية من أمس، وحتى انتظار صدور أحكام نهائية بحقهم، وأنهم إذا أدينوا فسيدفعوا ضعف هذه المبالغ. مصدر القبس كشف كذلك عن اجتماع حاسم الأربعاء بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق لتبادل المعلومات، موضحاً أنه فريق أمني على أعلى المستويات وصل إلى قناعة بأنه القضية لبستهم. المصدر كمان لفت إلى أنه هذول المشاهير هم بس دفعة أولى، يعني في دفعة وأسماء جديدة جاية في الطريق في الأيام المقبلة. على العموم، اليوم وبعدما رفع النقاب عن الأسماء المتهمة، بعضهم قاموا بالرد والتعليق بشكل واضح وبدون لف ودورة. نشوف. أنا جدا سعيد بالخطوة اللي صارت، وهذا شيء وايد مفيد وايد زين حقنا كيعقوب بوشهري. بتقولي ليش؟ بقول لك لأنه خلاص أنا لا قاعد شبدي فلان يقول وفلان يقول وفلان يحكي وفلان يحكي، وهذا يقعد يبطل حلجه وهذه تقعد تبطل حلجه، زين ليه متى؟ فالشيء الحلو اللي صار انه تم تحويل كل القضيه كامله الى القضاء. فلما تروح حق القضاء، القضاء هو اللي يفصل في هذا الشيء. اذا كنت غلطان اتوقع ما راح يمديني اشوف كومنتاتكم، واذا كنت على حق بكون قاعد وحاط ورقه وماخذ صك من المحكمه في البراءه. انا كل الناس مهاميني، همتني إنسانة واحدة، طبعا غير والدتي، ها، همتني إنسانة واحدة، هذه أنا ودي أرتبط فيها. ولكن أنا أدري أهلها مو راضين بسبة الحكي اللي قاعد ينقال. أنا لما يخلص هذا كله واخذ معاي هالصك هذا من القاضي إن شاء الله إن أنا ما علي شيء، واروح ذيك الساعة، هذه ساعاتي، بروح أقول حق أبوها عمي بدل لا تسأل عني، أنا القضاة تسأل، والحمد لله أنا ريال قدامك، إذا علي شيء بعد مالي وياكم، وإذا ما علي شيء عطوني بنتكم. والله والله أنا هذا اللي ذابحني، ولكن هذا الشيء كان كاسر ظهري. طبعا الكل شاف اللي صار أمس، وحبيت أطمن الكل. أولا حابة أشكر كل الناس اللي سألوا عني ودقوا علي وطمنوا علي. أنا بخير، الأمور كلها بخير إن شاء الله يا رب. هذا فقط إجراء روتيني قانوني من حق الدولة تحقق معانا في أي شيء تحس إنه في شيء. أنا مرتاحة إن أنا انحطيت في هذا الموقف، صدق إنه يضايق، لكن مرتاحة في نفس الوقت لأن أبي أخلص. وإن شاء الله يا رب بإذن الله داخلة نظيفة، وبإذن الله طالعة نظيفة. الجدير ذكروا أن الحديدة مو بس حامية على المشاهير، فأيضا البنوك اللي أودعت أكثر من 5000 دينار بدون أوراق ثبوتية ستدخل دائرة المحاسبة.
وبالمناسبة دائرة شبهات غسيل الأموال ضمت شركة بوتيكات، وهي شركة كويتية تأسست في عام 2015 على يد عبد الوهاب العيسى اللي هو نفسه متهم حاليا بغسل الأموال. الشركة عندها تطبيق شهير وتعتبر بارزة في مجال التجارة الإلكترونية، ومختصة ببيع مواد التجميل لماركات عالمية وتسويق هذه المنتجات عبر فاشينيستات ومشاهير من عالم الموضة والفن وحتى الإعلام. وقريبا ما في أو تقريبا ما في أحد مشهور أو بيمتلك متابعة عالية على حسابه إلا ما عنده بوتيك أو متجر خاص به على التطبيق، ومن خلاله بيعرض منتجاته المفضلة علشان الفانز أو غيرهم من الزبائن يقدروا يشتروها بكبسة زر. بوتيكات كانت دخلت في دائرة الشبهات بعد تقديم بلاغ آخر ضدها، ليصبح هناك 11 بلاغ بجرائم غسل الأموال مقدمة من وحدة التحريات بحسب صحيفة القبس. وعلى فكرة بعد الإعلان رسميا عن تورطها في قضية غسل الأموال، انسحب عدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا وطلبوا من متابعيهم عدم شراء أي شيء من الشركة. على العموم للحديث أكثر عن هذا التطور الخطير في هذه القضية ينضم إلينا من الكويت المحامي والكاتب الصحفي صلاح الفهد. أهلا فيك معنا صلاح. يعني السؤال اللي بيدور عند كل الناس، هذه التطورات، هذه الإعلانات، تسريب الأسماء و متى سيتم التحقيق معهم أو استدعائهم؟ يا هلا والله عليكم السلام. هلا والله اختصارا مسي عليك انت وعلى مشاهدينا في العربية. اولا في مسألة كنت حاب يعني بداية خلنا نقول عنوان بان ما قبل قرار اليوم هو ليس كما بعده. الان الوضع صار رسمي وبلشت القضايا الان تعمل بشكل رسمي، ما قبل ذلك كان كله استدعاءات وكان تحقيق واجهزة الدولة، الان بدأت الاجراءات على الارض. احنا لو نتذكر ان في السابق عندما تضخمت ارصدة بعض المشاهير الفاشينيستات وعندما تم استدعائهم الى النيابة وتم توجيه اسئلة لهم، قدموا ما يثبت بان هذه الاموال شرعية، وفي وقتها تم اخلاء سبيلهم ولم تسجل اصلا قضية. الان اللغط هذا اللي صار كله في وقت القضايا هذه، تم اليوم اتخاذ اجراء اللي هو التحفظ على اموال المتهمين كلهم، الاموال المنقوله والاموال اللي موجوده في البنك والعقارات وغيرها، ولا يحق لهم التصرف في دينار واحد منذ وقت صدور القرار. وتعمم هذا القرار على البنك المركزي وكذلك تعمم على وزارة الداخلية بمنعهم من السفر. في مسألة انا احب اوضحها، في الكويت او في دول الخليج بشكل عام عندما يكون في مواطن عادي يتم اتهامه ويذهب الى النيابة، تتم مثلا سؤاله سين جيم كفالة خروج هذه الإجراءات، لا يخشى من هروب المواطنين الخليجيين. يعني عادة حتى في القضايا الجنائية ما يوضع منع سفر إلا بعد صدور حكم أول درجة بالإدانة، هنا تكون الإجراءات كلها مع بعض. أي. أما في القضايا العادية أنت تذهب ولا يخشى من هربك يعني كمواطن. الآن مع هؤلاء المشاهير تغير الوضع، طبعا أنا ما راح أتطرق للأسماء، أنا قاعد أتكلم بالقضية بشكل عام. إيه لا، ونحن بشكل عام يعني صلاح يعني أكيد بالتأكيد أنه هذه كلها أسماء نشرتها صحيفة القبس والإعلام الكويتي، وبالتأكيد أنه كل متهم هو بريء يعني حتى تثبت إدانته، يعني هذا بالتأكيد. وعندهم كل اللي نشرت أساميهم عندهم الحق أنهم يظهروا معنا ويوضحوا وجهة نظرهم، وهذه دعوة مفتوحة على الهواء. يعني تفضل. طبعا طبعا أكيد. الآن تم اتخاذ القرار اللي هو بالحجز على أموالهم وعلى كل الأمور. طبعا لو نلاحظ احنا في البداية كانوا هم يعني المشاهير بشكل عام ينكرون ان هم متهمين وينكرون ان في شيء، وكل الكلام كان ان ما في شيء رسمي، هذه إشاعات، هذه حسابات وهمية إلخ. الآن الذي حصل صار هناك في إجراءات على الأرض، فالكل طلع يقول لك هذا إجراء روتيني. لا يا عزيزي، ما هو إجراء روتيني، لا نضحك على بعض. أنا قاعد أقول لك إن حتى لو أنت متهم في جناية ما يوضع عليك منع سفر، لأن أنت مثلا إذا كنت مواطن لا يخشى من هربك. أي. الآن الوضع تغير، هذا القرار لا تتخذه النيابة العامة إلا إذا كانت هي قاعدة تشوف أدلة وصلت لها من خلال التحريات التي أجريت من الجهات الأمنية بما وصل إلى النيابة العامة أن صار هناك شك بأن هؤلاء المتهمين قد قاموا بهذا الفعل المجرم. فتكون هناك في إجراءات تحفظية للحفاظ على الأموال، للحفاظ على مراكز المتهمين. أوكي، إذن قصدك صلاح يعني أنه مرحلة الشك أعلى بتكون في الحالة اللي عندهم. طيب تحديدا كان في حديث أيضا في المقال اللي نشرته القبس وأثارت هذه المعلومة كثير من الاهتمام، اللي هي أنه مصادر بعض الأموال
من خارج البلاد، وقيل أنه صدر قرار بالتحفظ على الأموال قبل التحقيق كمان معاهم، لأنه الأموال جاية من الخارج تحديدا. إيش بنعرف عن موضوع أنه تتبع الأموال وأنها قادمة من خارج الكويت؟ طيب تتبع الأموال وأنها قادمة من خارج الكويت، في مسألة احنا قلناها في بداية ظهور هذه القضية. طبعا انت الآن في وقت فجأة طفت على الساحة كثير من قضايا الفساد. عندما طفحت هذه القضية تحديدا قضية المشاهير، قضايا غسل الأموال كما قلت في السابق في المقابلة السابقة وياك أستاذة سارة، قضايا غسل الأموال قد تتوسع، قد تكون فيها جهات أخرى، قد تدخل فيها، قد تتحول من قضايا حصر أموال إلى قضية أم دولة في حال تطورت التحريات أو وصلت معلومات. هي اسمها أصلا قانون جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أنت لما تقولي في فلوس جايتك من برا، الآن نحن دخلنا على أكثر من اتجاه. فلوس لما تأتي من برا معناتها في، أنت المسألة الأولى ممكن تكون أنت تشتغل مع جهاز مخابرات خارجي بقصد الضرر في أمن بلدك، ممكن تكون أنت قاعد تأخذ الفلوس هذه تمول فيها إرهابيين. أنا ما أقول المشاهير يعرفون هالمسائل هذه، أنا قاعد أقول لك ما هي نظرة الدولة لهم في حال تتبع مصادر الأموال. والقانون يسمح لك أن أنت تحط يدك على الأموال هذه أينما اتجهت، أي حساب تروح خارج الكويت داخل الكويت، القانون يعطيك الحق في جرائم غسل الأموال أنك أنت تضع يدك على هذه الأموال. الآن الباب مفتوح على احتمالين بالنسبة حق الأموال اللي جت من برا، إما أنك أنت ضالع في تمويل الإرهاب، أو إما أنك أنت عميل لجهاز مخابرات خارجي بقصد الإضرار باقتصاد بلدك. هذه القضايا اللي ممكن تتفرع عن قضايا غسل الأموال. ولولا خطورة فتح بيبان جديدة وتفرع القضايا، باعتقادي الشخصي ما كانت النيابة العامة اتخذت قرار الحجز على أموالهم وممتلكاتهم. تحديدا أن النيابة العامة تعتبر خصم شريف، هي ليست وزارة توجه لك اتهام، هي سلطة قضائية مختصة، يعني بمعنى أنها ما مستحيل تصدر عليك هكذا إجراء إلا إذا توافرت فيها أدلة كثيرة. طيب صراحة أفهم من كلامك أنه معناه الأيام المقبلة سنشهد تصعيد، سواء في الأعداد، سواء في الأسماء، سواء في الجهات حتى اللي ممكن تتهم، يعني ممكن تكون فيها جهات خارجية. أنا توقعاتي أنه راح يدخل فيها بنوك، توقعاتي أنه ممكن تصل إلى مشاكل سياسية، نتمنى إن شاء الله ما تصل إلى مشاكل سياسية، لكن إذا في فلوس داخلة من دول خارجية هنا أنت يعني خلاص لم يعد أمام الدولة إلا أن تشمر عن ساعديها وتدافع عن نفسها. يعني يمكن كمان اللافت كان ظهور اسم بوتيكات تحديدا في القضية، وخلاص صار الاسم كثير متداول، خصوصا أنه اسم الشركة مرتبط عند كل أحد مهتم بالسوشيال ميديا، دائما إعلاناتهم موجودة ودائما المشاهير بيروجوا لهم. إيش نعرف عن بوتيكات وماذا يقال عن دورها في هذا الموضوع أو الاتهامات الموجهة لبوتيكات؟ كقانونيين احنا نعرف بأن الابليكيشنز اللي انت تسويه لأمور المشاهير وغيرها أو بيع أو شراء، هذه أسهل طريقة لغسل الأموال، لأن أنت هنا تضيع حتى جهات التحقيق التي تريد الوصول إلى معرفة أموالك. تدري أن أنت ممكن تدخل بضاعة وتكتب سولد أوت وتقول أنا بعتها كلها عن طريق توصيل المنازل مثلا، وخذيت فلوسها كاش ورحت وضعتها في البنك، فأنت هنا خذيت أموال غير شرعية، حاولت أنك أنت تشرعنها من خلال وضعها في حسابك وبعد ذلك إخراجها إلى حسابات أخرى. قانونيا هي الفلوس غير شرعية في كل الأحوال، حتى إذا دشت حسابك وانضفت وطلعت هي غير شرعية. أما بخصوص بوتيكات، أعتقد أن في أخبار صحفية تسربت اليوم بأن جهات التحقيق والجهات الأمنية راسلت الدول الإقليمية اللي يعمل فيها هذا الابليكيشن وطلبت التحفظ على الأموال حسب التسريبات الصحفية حتى الآن، حتى أموالهم الخارجية في دول الخليج يعني، وليس فقط حتى في الكويت. يعني تم التحفظ على جميع أموال هذه أو هذا الابليكيشن اللي هو بوتيكات. أي طيب نحن حسب الأخبار المتسربة كذلك يبدو أنه أول الغسل كله يتم عن طريق الابليكيشن هذا. أو طب أغلبها خلينا نقول. صلاح، نحن لما بنتكلم أنه في متهمين كثير في هذه القضايا، بنتكلم على أنه مثلا الشخص المتهم بيطلع قد إيش من موضوع غسيل الأموال سنويا، لأنه في أرقام كثير جالسة بتتداول. يعني في شركات رأس مالها مثلا 60,000 دينار ولا 70,000 دينار وانت خلال سنة متداول بمئة مليون، يعني هذه يعني لا المنطق ولا العقل يستوعبها، اترك القانون حتى منطقيا ما شيء هذا غير مستوعب يعني. أي.
طيب. وكل واحد منهم حسب اللي نفهمه من قضايا غسل الأموال أن أنت تأخذ نسبتك وثم تخرج الأموال هذه إلى الجهات الخارجية. وأنا قلت المرة اللي طافت الشبكة الأخيرة اللي انصادت أسقطت الكثير من المشاهير، وليس فقط العشرة اللي تم اتخاذ فيهم قرار حجز على ممتلكاتهم، في 25 إلى 30 اسم جاي منهم مواطنين ومقيمين كلهم يعملون في مجال السوشيال ميديا. طيب نحن بنشكرك على هذه المداخلة اليوم، وأكيد لنا عودة، يبدو أنه القضية مستمرة فبنشكرك، وطبعا التحقيقات مستمرة وبنعود وبنأكد أنه الكل بريء حتى تتم إدانته وحتى تحسم هذه القضية، والكل لديه حق الرد، أي شخص ورد ذكره في هذه القضية أو جهة. شكرا لك، كان معنا من الكويت المحامي والكاتب الصحفي صلاح الفهد، شكرا لك. أهلا من جديد. في مصر تداول مستخدمو لمواقع التواصل وتحديدا فيسبوك صورة طرحت تساؤلات كثيرة وأثارت جدلا واسعا ومطالبات برد واضح من وزارة التربية والتعليم. الصورة هي اللي شايفينها أمامكم، صورة من امتحان لغة عربية في أسئلة بتمجد الفتح العثماني ومحمد الفاتح. فزي ما شايفين أحد الأسئلة بيقول عن محمد الفاتح: وقد أتم فتح القسطنطينية التي ظلت على مدى 10 قرون درة النجاح الشرقي في العالم. وورا هذه الجملة أسئلة من خيارات متعددة، هذا غير أسئلة أخرى يعني بتمجد في الفتح العثماني للقسطنطينية. الصورة نقلها حساب على فيسبوك، ومن هذا الحساب تداولها الناس بشكل واسع، واتضح أنها من امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية. اللي تداولوا الصورة انتقدوا بشكل واسع أن يتضمن امتحان من وزارة التربية والتعليم هكذا أسئلة بتمجد بالعثمانيين رغم جرائمهم، هذا إلى جانب الخلاف الشديد طبعا اللي ممكن وصفه بالعداء بين مصر وتركيا مؤخرا بسبب السياسات الأخيرة. والمنتقدين طالبوا وزارة التربية والتعليم وتحديدا الوزير طارق شوقي بتوضيح الموقف وتبرير ما جاء في الصورة. وخلال ساعات خرج نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، وأعلن أنه سيتم تحقيق أو تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة وإصدار رد شامل وواضح وتبيان إن كان ما حصل خطأ أو تصرف متعمد. مجدد على الأخوان والإعلام القطري التحول المفاجئ وغير المبرر ومن نقيض لنقيض. مواقع التواصل اليوم مولعة ومقلوبة، والسؤال الأبرز: طيب ليه؟ فمن أقل من سنة وتحديدا في أكتوبر الماضي انتخب التونسيون قيس سعيد رئيسا لهم. وقتها الإعلام والإخوان والإعلام القطري تحديدا والإخوان مدحوا وصفقوا له. ولشهور بعد هذا الترحيب تغنوا بسعيد وإنجازاته وحتى وصفوه بعمر بن الخطاب. بس اليوم وفجأة ومن دون سابق إنذار انقلبوا القطريين عليه تماما، وتحول الرئيس قيس سعيد من عمر بن الخطاب إلى عكسه. ناس ما عندها ولا موقف حقيقي ولا أخلاق. هذا توقف عند بعض المغردين وعلقوا عليه.
الضغوطات اللي عشناها في الفترة الأخيرة بسبب كورونا والحجر المنزلي وغيره خلت ناس كثيرة تجهز شنطتها وتستعد للسفر، وحاليا مع تخفيف الإجراءات وعودة حركة السياحة ناس كثير متحمسة تغير جو، وآخر همهم موضوع الفيروس لأنهم سووا اختبار الكورونا قبل السفر، فبالهم مرتاح ومستعدين ينطلقوا في رحلاتهم وشايفين أنه نتيجة الاختبار هذه كافية. لكن في ناس تانية بتشوف الناس اللي تفكيرهم كذا عندهم شعور مزيف بالأمان، فمو معنى أنه القيود تخففت وأنه السفر صار مسموح وأنه النتيجة سلبية أو سلبية أنه خلاص كذا يعني نحط في بطننا بطيخة صيفي زي ما بيقولوا وننسى الفيروس ونسافر كأنه الأمور طيبة والحياة طبيعية. في تفاعلكم حبينا ناخذ رأي مختص في الموضوع وسألنا صديق البرنامج ومرجعنا الطبي الدكتور نزار بهبي. الحقيقة أنه هذه الخطوة من بعض شركات الطيران الآن بأنها توفر أجهزة حقة PCR لكل الركاب قبل ما يطلع الرحلة خطوة ممتازة حقيقة. هذا أفضل شيء ممكن الواحد يقدر يوفره لأي شخص راكب على رحلة الطيران. لكن الأطباء واللي بيقولوا إنه هذه لا تديكم الشعور بالأمان إنكم أنتوا طالعين ومؤكد إنه ما في أحد مصاب، حقيقة كلامهم علميا صح بس ما بينفع الناس. الناس اللي عندهم أمور اضطرارية للسفر ولا محتاجين يسافروا هم بياخدوا تحصينهم بياخدوا مناعتهم معاهم، وهذه الخطوة تساعدهم في إنهم يطمئنوا. هل هذا معناه 100%؟ لا مو 100%، بس هذا أفضل ما يمكن عمله علشان نقدر نقول إنه بإذن الله إحنا في أمان لما نطلع الطيارة. وسلام. دكتور نزار اللي ساعدنا كثير من بداية أزمة كورونا في تفسير وشرح أمور كثيرة عن الفيروس، وكان صراحة يعني حتى على المستوى الشخصي أشبه بدكتور نفسي لي في التعامل مع مخاوفي من فيروس كورونا. للأسف اليوم دكتور نزار هو ضحية كورونا بعد ما أكد إصابته بالفيروس، وطبعا احنا بدورنا بنتمنى له الشفاء السريع. ما تشوف شر دكتور نزار وترجع لنا بالسلامة يا رب مع كل النصائح الطبية المميزة وحضورك المميز. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، أنا أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من تفاعلكم. في أمان الله.